حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تعزيل للإمارات قيادة وشعبا، دعينا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.